حاسب يا سعيد، الدنيا حر وانت ناسي عمرك وساير وراك. خد اشرب ماي. لا تنسى ان اجسامنا تتكون من 70% من الماي، وخساره 2% منها ممكن يؤدي للجفاف. واكيد في الجو الحار دير بالك على العيال. نحن البالغين بحاجه للترين من الماي تقريبا في اليوم، والاطفال يحتاجون ما بين 3/4 الى اللتر الواحد، يعني بين 3 و4 اكواب يوميا. وانا عارف يا سعيد دومهم الصغاريه ما يحبون يشربون ماي، لذلك لازم نحن ننبههم وتذكرهم. وإذا كان ولدك يلعب خله ياخذ استراحة كل ربع ساعة ويشرب. ومصادر الماي كثيرة مثل الخضار والفواكه، وإذا الولد أكل حبة فاكهة كاملة بعد يستفيد من الألياف. ولا تنسى أن اليهال بحاجة إلى كوبين من الحليب المدعم في اليوم، اللي يوفر لهم البروتين للنمو، الكربوهيدرات للطاقة، الفيتامينات والمعادن وخاصة الكالسيوم. وممكن تشجيع الأطفال على شرب الماي باستخدام الأكواب الملونة اللي عليها صورة أبطالهم المفضلين. وفي النهاية نحن دوم لازم نكون المثال لعلى لعيالنا، ولازم نشرب قدامهم بوفرة وفوقات متوازنة. وعساكم دوم صحة وسعادة.